أهمية قطاع تربية الأحياء المائية في إنتاج الأسماك والمنتوجات البحرية الأخرى وضرورة تدبير وتطوير هذا القطاع على مستوى خليج الداخلة محاور تناولها المتدخلون خلال هذه الورشة. خبراء أجانب في هذا المجال استعرضوا منهجية إعداد تصميم تهيئة لتربية الأحياء البحرية، كما تناولوا بعض التجارب الناجحة لبعض البلدان مثل إسبانيا وفرنسا في هذا المجال. لقد لمسنا في جهة الداخلة إمكانيات طبيعية مهمة في مجال الأحياء المائية، ونحن بهذه الظروف الطبيعية نفكر في الاستثمار الأمثل، لأن لدينا تجربة في منطقة الأندلس في إسبانيا، ونحن نحاول التنسيق في هذا المجال من أجل استثمار أفضل بهذه الجهة. إمكانيات ومؤهلات خليج الداخل الطبيعية والبيئية كانت محل إشادة من المتدخلين باعتباره منطقة مناسبة لجذب استثمارات أكبر في تربية الأحياء المائية. وتأتي الورشة لتوسيع النقاش بين مختلف المتدخلين في القطاع لتبادل الخبرات والمعلومات لاعتماد مقاربة تشاركية وإعداد تصور لتصميم تهيئة تربية الأحياء المائية بخليج الداخل. في حالة لتعاون المصالح الثانية غادي ينجح ويمشي بعيد وبال أكثر، لأنه احنا ما كنتمناوش نبقاو دايرين غير مختصين غير في ليزويتر بوحدو، عاد كاينين بزاف تاع الحوايج اللي كناس اللي داخلين في هذا الميدان منها نستافدوا احنا ويستافدوا حتى الناس الثانيين باش ندوزوا، لأنه ملي كتشوف المشكلة اللي كتكون وهو ملي كيدير واحد ليزويتر كاع الناس كتبغي دير معاه ليزويتر، حنا يستافدوا معنا بالنسبة لليزويتر، ولكن ديروا مسائل ثانية كالبوالورد كالليمول ك يعني الكروفات. هذا الورش فرصة لتطبيق مقاربة تشاركية قد نجحت في بعض البلدان بالخارج والتي يقوم بها حاليا الباحثون الذين يقومون بدراسة للوكالة، نقوم بتطبيق هذه المقارنة التشاركية بمنطقة الداخلة. وتجدر الإشارة إلى أن النجاح الكبير الذي حققته التجارب في تربية الأحياء المائية من خلال تزويد الأسواق بكميات وافرة من المنتجات البحرية دعت إلى النهوض بهذا القطاع لتحقيق تنمية مستدامة في مجال الصيد البحري.